تقول هل يجوز لي الدراسة في جامعة مختلطة مع العلم أنها الوحيدة في بلدنا، ولا أستطيع السفر إلى المملكة وأترك والدي وهما محتاجان لي؟ لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلطة التي يكون الرجل بجانب المرأة. أما إذا كان الرجال على حدة والنساء على حدة، معزول بعضهم عن بعض، فلا بأس بذلك. أما الاختلاط لا يجوز،